وتزلزلت عاد الثبات. مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات. الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم أنا في المخيم وفي شخصية محبوبة في هذا المخيم، الكل يحب هذه الشخصية، لكن شربني شاي يمكن لي ما قلت، بس لأول مرة في حياتي أشرب شاي، ويلزم علي إلا هشرب شاي ويجلس ويسولف ويروح ويرجع. كل أهل المخيم تحب هذا الشخص وأنا بعد حبيته. إيش رأيكم نتعرف على العبود نشوفه معكم؟ عبود يسكن في المخيم من سنوات، ويوم سألت عن حاله عرفت أن عبود يسكن هو وأمه وأخته، وهو المعيل الوحيد لهم. أول أربع بكيات الأخونا أبو علي. هلا يا عبود، كيف حالك؟ اخبارك؟ شلون امورك؟ امورك طيبه؟ الحمد لله. شو تسوي في المخيم كل يوم؟ والله تبيع بسكوت؟ بسكويت ها؟ وين تروح تبيع؟ والله في المخيم حوالينا. ايه. تروح مخيم ثاني بعد؟ ايه في الحرير. انت مع من في البيت؟ ها؟ انت حد معاك في البيت؟ معي امي ارمله. ايه؟ إيه. ايه ما شاء الله. ايه وعايشين كلكم في بيت واحد. ايه وانت المسؤول عنهم. انا مسؤول. ايه. كفو عليك. كفو عليك. انت وين الحين بتروح تبيع؟ الحين؟ ايه بتروح تبيع؟ ايه. ايه؟ ايه. بس بسكويت تبيع؟ بسكويت بزر. بزر بعد؟ ايه. ايه. بعد ما ترجع نجلس مع بعض. زين؟ يلا روح عشان ما اخرك. بس تخلص ترجع لنا. ايه. زين. هذا دكان عبود، بسكوت، عصير، حب، وعلى بساطته لأن أطفال المخيم يحبون عبود وما يحبون يشترون إلا منه. عبود يتنقل يوميا بين المخيمات المجاورة ويترزق، عساه الله يغنيه ويرزقه من واسع فضله إن شاء الله. يا هلا يا هلا يا عبود، حياك الله يا عبود. شلونك؟ تعال 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 استريح، تعال استريح. ها خلصت الكرتون كامل، السحرة كاملة خلصت. أول شيء قبل ما أسولف معاك وقبل ما أسألك إيش سويت، أنت كل يوم تشربني شاي، أنا اليوم لازم أشربك شاي. تعال خلنا أشربك شاي. قول لي إيش سويت؟ يعني بعت اليوم؟ إيه اليوم. شو اللي بعته؟ يعني عدت على المخيم. رحت المخيم؟ أي مخيم؟ رحت المخيم. وبعت كل شيء عندك؟ كلهم شرب. ما شاء الله عليك. يا شباب خلونا شوي من نفسنا. عبود راجع تعبان، نبي نسولف معاه على بيالة الشاي هذه الزينة. شوفكم على خير. عبود حالة من آلاف الحالات في المخيمات، وللعلم عبود رقم إصابته
وهو يعيل على عائلة، على أمه واخته، وهو المسؤول عن دخلهم. لهذا في قطر الخيرية عندنا كفالة الأسر لمثل هذه الحالات. الله يجزاكم خير والله يكتب أجركم. وتزلزلت عاد الثبات.